أهلا بكم مشاهدينا الكرام. النار والتحريض والمراوغة، هذا ما تملكه إسرائيل وحكومتها. فالفشل العسكري في غزة تغطي عليه بالمجازر وحرب الإبادة، والفشل السياسي وغياب الأفق تغطي عليهما بالمماطلة والتسويف والمخادعة كما فعلت وتفعل في ربع، والفشل مع جبهات الإسناد تغطي عليه بالتحريض والضجيج وبالتحريض على الميادين ومراسلتها وتغطيتها أحداث مجد الشمس، وبالضجيج الإعلامي بعد فضيحتها في هذه القرية. يبحث الكابينت عن مخرج فينتهي بتفويض نتنياهو باتخاذ القرار، فماذا سيفعل نتنياهو؟ وأيا يكن قراره فعليه الانتباه جيدا إلى تحذيرات المقاومة الإسلامية من أنها لن تسكت على أي عدوان إسرائيلي. معنا في هذه التغطية مراسلة الميادين من جنوب لبنان فاطمة فتوني، من بيت لحم ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان، ومن لندن مدير مكتب الميادين موسى سرور. أهلا بكم جميعا معنا في هذه التغطية. أبدأ من آخر التطورات في جنوب لبنان مع الزميلة فاطمة فتوني، وهل تم رصد أي اعتداءات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان؟ نعم أحمد، حقيقة كان الهدوء الحذر يسود هذه الجبهة حتى خرقته طائرة مسيرة إسرائيلية غارت قبل قليل على بلدة مركبة من دون تسجيل إصابات. هذه الغارة جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات في ظل تهديدات إسرائيلية يطلقها قادة الاحتلال منذ يوم أمس. وعلى الرغم من ذلك نفذت المقاومة اليوم هجمات بالصواريخ استهدفت تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة وشتولة ردا على الاعتداءات الاحتلال على لبنان واستهدافه المنازل المدنية، في تأكيد على المضي بهذه العمليات المساندة والداعمة لغزة والتي تأتي ردا على الاعتداءات، أي مقابل الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال بلدات جنوبية تستهدف المقاومة مباني هذه المستوطنات. استهدفت تحديدا تموضعات لجنود الاحتلال ونقاط انتشاره في هذه المستوطنات ومحيطها بشكل دقيق، مما أدى إلى اندلاع نيران فيها. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال التي عرضت تضرر أكثر من مبنى من جراء هذه الاستهدافات المباشرة اليوم، وقد بث المستوطنون مشاهد توثق الأضرار التي لحقت بهذه المباني. مجالس ما يسمى بالمجالس البلدية في الجليل الأعلى والغربي دعت قبل قليل المستوطنين إلى البقاء قرب الملاجئ بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه الجبهة. على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية التي نفذها طيران الحربي والمسير كانت باتجاه مناطق حدودية، عيت الشعب طير حرفة بخيام يارون وكفركلة وشحين، وقصف مدفع استهدف نهارا بلدة ميس الجبل. وكان لافتا اليوم عدم استهداف أي منطقة بالقذائف المدفعية على طول الجبهة باستثناء أطراف بلدة ميس الجبل، وهذه من المرات النادرة منذ بداية المواجهات. كذلك يسجل منذ ساعتين تقريبا غياب تحليق الطائرات الحربية التي كانت تحلق بشكل مستمر فوق أجواء شمال فلسطين المحتلة خلال ساعات النهار، وأيضا بعد ظهر اليوم مع تحليق مستمر للطائرات المسيرة فوق أجواء عدد من المناطق اللبنانية. شكرا لك على كل هذه المعلومات فاطمة فتوني مراسلة الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. الآن أذهب إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، إذن الكابينت بحسب ما نقلته القناة 14 تفوض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الأمن يوآف غالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، هذا ما نقل. طبعا آخر التقديرات الإسرائيلية إلى ماذا تشير، وماذا رشح من معلومات عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر وما دال وما كان يعني تم تداوله خلال هذه الجلسة أو هذا الاجتماع؟ تحياتي أحمد. في الحقيقة الكابينت انتهى اجتماعه قبل الساعة 10 من هذه الليلة. الغموض الذي نشاهده غموض مقصود، هذا غموض حكومي. الحكومة نتنياهو قررت استخدام الغموض والمحافظة على أجواء عكرة وفتح الاحتمالات بسياسة مقصودة لتعذيب اللبنانيين وجعل الفوضى والتوتر يصل إلى أعلى درجات، وبالفعل التوتر بلغ ما بلغ عند الإسرائيليين أيضا، وهو لم يحسب حسابه نتنياهو. تسريبات الكابينيت أوردتها القناة 14 التابعة للمستوطنين، وهي ليست تسريبات بقدر ما هو موقف سموتريتش وابن جبير أنهما امتنعا عن منح غالانت ونتنياهو قرار تحديد الأهداف
إذا كانت أرض فارغة أو أهداف عسكرية أو مدنية أو اغتيال، وهو ما يرفضه بن غفير وسموتريتش اللذان يريدان إحراق لبنان بهذا المفهوم الانتقامي العنصري. على كل حال من الأحوال، الخبر عاجل والخبر قصة والخبر ملف، وهذا هو الشغل الشاغل للإسرائيليين. بعد 36 ساعة من انفجار مجدل شمس وسقوط الضحايا، لا تزال إسرائيل معنية أن تستفيد، واحد إعلاميا، اثنين سيكولوجيا، ثلاث أن تثبت أن الجيش عنده سيناريوهات، أربعة أن توصل رسائل ضغط لأمريكا وفرنسا بالذات، خمسة أن تخيف العرب، وستة أن تحقق إعلاميا وسيكولوجيا ما عجزت عن تحقيقه في غزة، الذين لم يرتهبوا لم يرتدعوا من بطش قوات الاحتلال بالمدنيين والأطفال والدمار في غزة، أن يأخذوا ذلك في عين الاعتبار في لبنان لاستكمال كل النواقص التي يشعر الاحتلال أنه ينقصها. لذلك كثير من الصحفيين والناشطين، المدونات اللغة العبرية واليهود الناطقين باللغة العربية، تركوا أشغالهم واشتغلوا فقط في توتير الساحة اللبنانية ونشر صور لبيروت واختراع جرافيك للتهديدات في حرب سيكولوجية. المثبت القائم أن الكابينيت أعطى نتنياهو وجالنت، يعني نتنياهو فقط، جالنت لا شخصية له أمام نتنياهو، أعطى نتنياهو اختيار الهدف، واختيار الهدف فيما يتعلق بالهدف. اعذرني على المقاطعة زميلي ناصر، نقلت يديعوت أحرونوت عن أن المجلس برئاسة نتنياهو حدد الهدف الذي ستتم مهاجماته في لبنان، والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي. ماذا يعني أن يكون محدودا ولكن تأثيره يكون قويا، وهل فعلا تم ذلك بحسب ما يتم تسريبه؟ تم تحديد الهدف الذي يمكن أن تستهدفه إسرائيل؟ أولا قرأت الخبر، ثانيا هم يريدون تقليد إيران في الموضوع. إذا تذكر أحمد، حين إيران أطلقت مسيراتها وصواريخها بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، عاش الإسرائيليون حالة توتر وانتظار كبيرة. إسرائيل تريد أن تستنسخ التجربة الإيرانية، وكيف تعطل الطيران في الشرق الأوسط كله بانتظار الرد الإيراني. إسرائيل تحاول الآن أن تنشر بأن الطيران خف، وهي تنشر عن ذاتها ربما مسيرات في سماء بيروت، وتحاول استنساخ تلك الليلة الإيرانية حين جاءت المسيرات. تريد أن تعوض سيكولوجيا، إعلاميا، أمنيا، سياسيا. نتنياهو سوف يحدد هدف ليس بناء على حاجة إسرائيل ولا بناء على قدرته أو عدم قدرته في استهداف لبنان، وإنما حاجته لتثبيت نفسه في الحكم. إذا قرأنا شخصية نتنياهو نقرأ نوعية الهدف الذي سوف يتم الاعتداء عليه. لذلك قلنا من قبل، إما أن يكون في شارع أو في سوريا أو يعني درعا وتجمع مقاتلين، تقول المخابرات الإسرائيلية أنهم جاءوا ليقاتلوا إسرائيل، أو في لبنان بحيث لا يدفع حزب الله للرد. الآن بكل وضوح إسرائيل تريد من الوسطاء وعد أن حزب الله لا يرد، لأنه إذا رد إسرائيل ترد وبالتالي حزب الله يرد. وهذا طبعا مرتبط بطريقة وطبيعة الرد الإسرائيلي طبعا. تعرف أنه هذه اللعبة أول من لعبها حزب الله حين قال ستقف إسرائيل على رجل نصف، فاضطرت إسرائيل لتخلص من الصداع لترسل دبابات غير مأهولة على الحدود ليضربها صاروخ الكارنيت في فترة نتنياهو، فترة نفتلي بنت أيضا، إنه في النهاية إسرائيل قالت اضربونا وخلصونا من هذا التوتر الشديد. نحن نعيش استنساخ هذه التجربة، وأعتقد أن الساعات القادمة ستحدد نوعية الرد ونوعية الهدف بناء على توازنات دقيقة جدا تتعلق ببقاء نتنياهو السياسي. ننتقل إلى واشنطن وإلى زميل منذر سليمان. منذر، بالنسبة للبيت الأبيض فإن حزب الله هو الذي قام بهذا الهجوم على مجدل شمس، وكان هناك تأكيد على دعم واشنطن لأمن إسرائيل، وأنه يتم إجراء مناقشات مع الإسرائيليين واللبنانيين
بعد هذا الهجوم. وكان أيضا هناك معلومات عن أنه المبعوث الأمريكي أمس هوكستن تواصل مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بهذا الخصوص، وأيضا كان هناك تحذير من هوكستن لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت من أنه إمكانية استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يمكن أن يوسع الصراع. فعليا ما الذي نقله هوكستن إلى الجانب اللبناني فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني وفق البيان الذي صدر باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي ركز في البداية أن نحن في حالة تشاور وتواصل مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بعد هذا الحادث في مجد الشمس، ولكن طبعا تم في هذا البيان التأكيد على أنه أو الاتهام لحزب الله بأنه هو المسؤول عن هذا الصاروخ وأنه انطلق من أراضي يسيطر عليها. ولكن في خاتمة التصريح بعد هذا التحريض والقول بأنه تأييدنا للكيان الإسرائيلي لا يمكن أن ينفك وأنه بقوة حديدية، هذا الايرون كلاد، هذا التأييد وهذا الدعم، بأنه نحن يعني الولايات المتحدة تعمل جاهدة على حل دبلوماسي، وهذا الكلام ورد، حل دبلوماسي عبر الخط الأزرق ينهي كل الهجمات بشكل كامل ويمكن المواطنين على طرفي الحدود من العودة إلى مساكنهم. ترافق هذا البيان مع تصريحات صدرت عن بلينكين، كان بلينكين في طوكيو مع وزير الدفاع في لقاء ثلاثي مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لقاء استراتيجي يحضره وزيري الدفاع والخارجية من كل طرف. أكد بلينكين أنه أيضا كل المؤشرات تدل على أن هذا الصاروخ أطلق من حزب الله في لبنان، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب على الإطلاق في رؤية أي تصعيد على الجبهة الشمالية، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن ذكر بأنه أحد الدوافع الأساسية لسعينا الجاد والمستمر لوقف إطلاق النار في غزة هو ليس من أجل غزة فقط، وذكر هذا الكلام، بل هو فرصة أيضا للتوصل إلى هدوء وهدوء دائم على الخط الأزرق، عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ونحن مصممون، هذا كلامه، على إنهاء النزاع في غزة الذي استمر طويلا أكثر من اللزوم، ونعمل بجهد ولا نوفر حتى كل دقيقة في كل يوم من أجل التوصل إلى هذا الأمر. طبعا على صعيد نائبة الرئيس هاريس، مستشارها للأمن القومي جوردن ذكر بأنه تم إطلاعها على ما جرى وأنها هي ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تشاك شومر رئيس أيضا الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كان في لقاء تلفزيوني كرر نفس معزوفة الحق في الدفاع عن النفس، وأنه كما لهذا الحق لإسرائيل كان لها الحق في مهاجمة حماس فلها الحق في مهاجمة حزب الله. إذن كيف ممكن أن نقرأ ما بين السطور بالإضافة إلى الاتصالات؟ طبعا هوكستين هو الذي يتولى الاتصالات لأنه أصبح يعني جزء من يعني تركيبة المكوكية في المواصلات أو التواصل بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وهو يعني بسبق سوابقه في يعني معالجة ملف الحدود البحرية، بالتأكيد هو الذي يتواصل. وكانت رسالته واضحة من رسالة مجلس الأمن القومي التي تقول بضرورة منع التصعيد، وأنه أبلغ حتى الطرفين، يعني حتى أبلغ الحكومة اللبنانية بأن توصل أيضا للمقاومة أيضا رغبة الولايات المتحدة بعدم التصعيد. إذن نحن أمام مشهد أنه الكيان الإسرائيلي يحاول تغطية ما جرى كليا، إلقاء الاتهام، طيب، تبرير العدوان، ولكن لا يوجد لديه خيار أو دعم أمريكي واضح بما يسمى بالحرب الموسعة،
بعد هذه التصريحات الرسمية التي صدرت عن لو الجالية. سمحت دعني أنقل بعض ما كشفه موقع أكسيوس، طبعا نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. أكسيوس يقول: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من خروج الوضع عن السيطرة إذا ضربت أهدافا لحزب الله في بيروت. وأيضا أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: إذا نذكر أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي إلى حرب إقليمية، وأن كبير مستشاري بايدن أخبر جالنت أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها لكن دون تصعيد شامل. كيف تعلق على كل هذه الأخبار منذر؟ وهل فعلا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضبط هذا الموضوع ويكون هناك ضمانة بأنه الرد الإسرائيلي أو مهاجمة إسرائيل لأي مواقع جديدة داخل لبنان إن كانت تابعة لحزب الله أو مرافق حيوية لن تؤدي إلى تصعيد شامل وإلى توسيع الصراع؟ يعني رغبة نتنياهو حتى خلال زيارته والحديث عن موضوع الأسلحة كان هاجسه الأساسي بأنه إذا كان ستفتح الجبهة مع لبنان، هو يحتاج إلى بسبب نقص الذخيرة لديه، فعلا هو نقص ذخيرة خاصة إذا كان سيرغب في الهجوم على لبنان. كان الموقف الأمريكي واضح، وليس مصادفة أن تختتم زيارته بهذا البيان الناري بالمقياس الأمريكي الذي صدر عن هاريس نائبة الرئيس بمفردها بعد اللقاء، والذي شددت بشكل واضح للتعاطف مع محنة الفلسطينيين وغيره. وبالتالي كانت هذه رسالة واضحة لدرجة أن ترامب ذكر بأنها هي أهانة الكيان الإسرائيلي وأهانة نتنياهو كأنه يدافع عنه. إذن نتنياهو لم يأخذ كما اعتبر البعض ضوءا أخضرا بالهجوم على لبنان، هو أخذ بالتأكيد من الكونغرس، كان هناك أوساط في الكونغرس تقول له افعل ما شئت، ولكن الكونغرس وحده لا يستطيع في حالة الانقسام القائمة حاليا. إذن رغبة واشنطن منذ 8 أكتوبر عندما بدأت المقاومة في الرد بأن يتم تجميد الصراع وعدم توسيعه. إذن الولايات المتحدة لا تزال تدفع باتجاه أن يكون أي مناوشات هي محدودة، في ظل يعني حديث بلينكن بأنه يرغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار ويعمل عليه في كل دقيقة في اليوم. فإذن هذا هو الهاجس الأساسي، والهاجس الذي عبر عن لبنان بأنه لا يرغبون في التصعيد عبر الخط الأزرق. إذن الموقف الأمريكي لا يشجع الكيان الإسرائيلي للأقدام على أي عمل يمكن أن يؤدي إلى توسيع نقاط الحرب. واضح منذر. الآن ننتقل إلى مدير مكتبنا في لندن الزميل موسى سرور. موسى، فيما يتعلق ببريطانيا، آخر الأخبار تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد للرئيس الإسرائيلي ضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة، وأيضا كان هناك بيان لوزارة الخارجية البريطانية أعربت عن قلقها من خطر حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة، وطبعا دانت ما جرى في مجدل شمس. كيف يمكن قراءة هذا التحذير البريطاني، وأي دور يمكن أن تلعبه لندن في منع حدوث أي تصعيد أو توسع الحرب؟ يعني واضح جدا أن الموقف البريطاني لا يختلف كثيرا عن الموقف الأمريكي بشأن عدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ربما يمكن يعني قراءة مضمون، إذا أردنا أن نقرأ مضمون بيان وزير الخارجية ديفيد لامي عندما نشره على تغريدته، كان له 3 مستويات هذا البيان. البيان يعني المستوى الأول هو الإدانة، وثانيا هو إعرابه عن مسألة أن هذا الهجوم ربما قد يؤدي إلى إشعال التصعيد والمزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وعدم الاستقرار، وهذا يعبر بشكل يعني دائما كان وزير الخارجية وغيره من الوزراء الحكومة البريطانية يقلقون من هذا الأمر، من مسألة التصعيد خصوصا على الجبهة اللبنانية الفلسطينية. والمسألة الثالثة وهي كانت واضحة أيضا في بيان ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني هو تبني بشكل ضمني للرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالهجوم على مجدل شمس، عندما أشار إلى أن دائما كنا نوضح بأن على حزب الله أن يوقف هجماته، وهذا
ربما يريد أن يطمئن إسرائيل بأنه يقف إلى جانبها في هذا الشأن. واضح جدا أيضا أن الحكومة البريطانية تريد أن تتخذ موقفا أو تعيد تموضعها من جديد فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، ولا سيما في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهذا ربما قد نشهده بداية الأسبوع المقبل. ربما يوم الثلاثاء سيكون هناك تصريح لوزير الخارجية ديفيد لامي يضع النقاط ومحددات السياسة الخارجية البريطانية الجديدة فيما يتعلق بالحرب على غزة. هذا يمكن يعني أن نقول أن هناك موقف جديد للحكومة البريطانية، وهذا يمكن الاستدلال عليه من خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة كير ستارمر فيما يتعلق بإعادة تمويل الأنروا، فيما يتعلق بعدم أو تراجعها عن مسألة الاعتراض على قرار أو أوامر المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاع غالانت. وهناك أيضا تقارير تتحدث على أن الحكومة البريطانية ربما تصدر المشورة القانونية فيما يتعلق بمدى خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة، وهذا قد يستدعي الحكومة البريطانية إلى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وإن كان هناك بعض التقارير تتحدث على أن هذه الحكومة ربما قد تقوم بتعليق جزئي، أي بمعنى يعني عدم بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، خصوصا تلك الأسلحة التي قد تستخدمها أو تستخدمها إسرائيل في حربها على الفلسطينيين، لا سيما طائرة بعض القطع التي يعني تبيعها إسرائيل لطائرة F-35 وغيرها من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيين. هذا يعني يؤكد بأن الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالموضوع أو الحرب على غزة سيكون لها موقف جديد. وكما ذكرت كير ستارمر في اتصال هاتفي أكد بضرورة وقف الحرب على غزة، وهذا يؤكد على أن هذه الحكومة ربما تريد بسبب الضغط الشارع البريطاني، بسبب الضغط من داخل مجلس العموم البريطاني، نواب كثر يعني يضغطون على الحكومة الجديدة بأن تتخذ موقفا. وهذا قد جاء حتى في بيان يعني الحكومة أو الذي تلاه الملك تشارلز في خطابه عند افتتاح البرلمان بأنه بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وهذا ربما قد يستدعي الحكومة كير ستارمر إلى الاعتراف ربما فيما بعد بالدولة الفلسطينية. ولكن فيما يتعلق بالتصعيد بين لبنان وإسرائيل، واضح أن بريطانيا ستقف إلى جانب إسرائيل، ولكن في ذات الوقت هي لا تريد أن تؤدي الضربات الإسرائيلية إلى المزيد من التصعيد، لأنها تخشى حرب إقليمية. طيب. لأن ذلك سيؤدي إلى ربما الإضرار بمصالحها في منطقة الشرق الأوسط. ناصر، إذن كل الجهات الغربية والدولية وحتى العربية من خلال كل البيانات طبعا التي تبعناها بعد حادثة مجد الشمس تشير إلى أنه الكل يجمع على ضرورة تخفيف التوتر ومنع التصعيد أو توسع الجبهة، وأن يكون الرد الإسرائيلي في هذا الإطار لا يؤدي إلى حرب شاملة أو توسيع الصراع. فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي من خلال التصريحات التي تابعتها وما يتم تداوله في وسائل الإعلام، هل هناك شبه إجماع إسرائيلي داخلي على ضرورة ربما التغيير من طريقة التعاطي مع المقاومة في لبنان خلال استهداف مواقع جديدة أو مناطق أخرى، طبعا ردا بحسب ما يقولون على ما جرى في مجد الشمس؟ وفقط لو سمحت دعني أضيف حول ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أو عن مسؤول أمريكي قال نعتقد أنه استهداف الجيش الإسرائيلي لبيروت خط أحمر محتمل لحزب الله، هل فعلا أن يكون هذا أحد الخيارات الإسرائيلية استهداف العاصمة بيروت، وماذا يعني إذا فعلا تم هذا الأمر؟ إذا أرادت إسرائيل ألا تضرب تل أبيب بقوة فلا تضرب تل أبيب، والإسرائيليين مجمعون على ذلك. النقاشات الداخلية
انه لماذا تل ابيب دلوعه اسرائيل ضربها مسيره من اليمن فذهبت الطائرات 2400 كيلو اللي ترد، بينما كريات شمونه كل يوم تضرب وسديروت ولا احد يتاثر. على كل حال من الاحوال في الدقائق الماضيه في الساعه الماضيه اقل من ساعه بدا الموضوع اللبناني رقم اثنين، الموضوع الاول الان الهجوم على اردوغان، مطالبات اسرائيليه باغتياله، اسرائيل كانت شبهه بصدام حسين، يائير لبيد طلب التخلص منه، كل الاعلام العبري الان تراجع عن الخبر اللبناني، تهديدات ضد اردوغان الذي قال يجب ان تؤدب اسرائيل بالقوه كما فعلنا في كرباخ وكما فعلنا في ليبيا. مذ ترجم الفيديو على مواقع التواصل العبري وفي الصحافه العبريه لا ينفك الاسرائيليون قاده من الصف الاول والصف الثاني بالتهديد باغتيال اردوغان وحرب اعلاميه شعواء الان تجتاح مواقع التواصل والصحف ومواقع الاذاعات والقنوات كلها ضد اردوغان، وكانما اصبح الموضوع اللبناني يعني رقم اثنين واقل اهميه، وامامي كل العبري الان حول اردوغان. احمد، ننتقل من جديد إلى زميل منذر سليمان في واشنطن. منذر، هل يمكن لهذا التصعيد الحالي وهذه التهديدات الإسرائيلية وكل هذه المخاطر بانتقال الصراع إلى حرب شاملة كما يحذر كثيرون، هل يمكن أن تكون يعني نقطة تحول في مسار هذه الحرب ويمكن أن نشهد تقدما ربما على صعيد الاتصالات والمحادثات ربما لمحاولة إحراز تقدم على صعيد الجهود للتوصل إلى اتفاق، خاصة أن اللقاءات في روما بحسب ما يقول مصدر قيادي في المقاومة للميادين أنه هذه اللقاءات لم تحرز أي تقدم وأن الوفد الإسرائيلي يطرح شروطا جديدة لتعقيد التوصل إلى اتفاق كما حصل في المرات السابقة، ومحاولات نتنياهو لعرقلة أي صفقة أو أي اتفاق. يعني الموقف الأمريكي لا يزال بأكثر من إشارة يؤكد على ضرورة التوصل السريع إلى وقف إطلاق النار ومحاولة تذليل العقبات، ويقول أنه هناك فجوات قصيرة أو صغيرة يمكن سدها. إذن الضغط الدولي والضغط الأمريكي وضغط مفاعيل صدور أوامر باعتقال نتنياهو في محكمة العدل الدولية وغيرها قد تكون عوامل إضافية، وما جرى الآن من يعني في مجد الشمس هذه الحادثة يعني بقطع النظر عن تفويض لنتنياهو بأن يقدم على إرسال الطائرات لتقصف أي مكان، يعني هو طريقة الانتقام التي أقدم عليها في اليمن كانت تستهدف المرافق الاقتصادية تحت حجة أنها هي التي تسهل. ما هي يعني المرافق الاقتصادية التي تسهل للمقاومة في لبنان؟ هذا يعني ادعاءات كاذبة تتحدث عن المطار، إذا ذكرتم منذ فترة كانت تهديد لهذا الأمر. الميناء سبق وأن قال البعض بأنه ربما كانت إسرائيل وراء ما جرى هناك من تدمير. يعني لا يوجد يعني منشآت متعلقة خاصة بالمقاومة يمكن أن يستهدفها سوى أن يقول أنه كما يستمر الآن في القول في البنية التحتية. إذا ارتفع هذا السقف بالفعل وتمت مهاجمة بيروت أو مرافق حيوية للدولة اللبنانية، سيهب اللبنانيون وأيضا المقاومة للدفاع عن لبنان والرد. نعم. وبالتالي هذا الرد هو الذي قد يؤدي إلى يعني تصاعد الأمر إلى حرب واسعة. هذا الوضع تحاول واشنطن قدر الإمكان ضبطه بأن يكون تعطي الحق لفش دخول الإسرائيليين وتبرير، ولكن لم تمنحه مطية للاعتداء على لبنان أو لشن حرب واسعة. حتى الآن لا يوجد اللهجة الأمريكية واضحة لأنها لا ترغب هذه الإدارة في أن يكون هناك حرب واسعة. الحرب في لبنان، نعم، توسع الحرب إلى لبنان يعني بالدرجة الأولى حرب إقليمية حقيقية تنتقل إلى يعني العراق، سوريا، لبنان، اليمن، ربما الأردن، نعم، حتى التوتر على الحدود المصرية. فكل هذا الأمر
تنظر إليه واشنطن ولا ترغب في أن يحصل، وسيكون هناك ضغوط مستمرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وهذه المفاوضات، رغم أنها شكراً تجري في روما جزيلاً وهو لك. أمر مستغرب يفترض منذر أن تصل إلى نتيجة. سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، نشكر أيضا نصر اللحام من بيت لحم وموسى سرور من لندن. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ملف التحريض على قناة الميادين، وبالتحديد على الزميلة هناء محميد وتغطيتها للمشهد في مجدل شمس. توعد وزير الاتصالات الإسرائيلي موشي كرعي بإغلاق الميادين في عقاب تغطيتها للمجزرة الإسرائيلية في مجدل شمس، مطالبا الجيش بطرد مراسلة الميادين خارج فلسطين المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كرعي قوله إنه لا يعقل بكل المقاييس أن تتمكن مراسلة حزب الله من البث من موقع المجزرة. وأضاف وزير الاتصالات الإسرائيلي أنه طلب رأي المسؤولين الأمنيين من أجل إغلاق الميادين، مشيرا إلى أن الإغلاق سيجري فورا عقب تلقي الرأي والحصول على الموافقة. كما عبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن استيائها من قناة الميادين من جراء وجود مراسلة القناة هناء محميد في مجدل شمس وفضح كذب الجيش الإسرائيلي. وقالت القناة الثانية عشرة إن بثها الميادين من مجدل شمس أمر محبط جدا. أمر غير معقول، وقفت هناء محميد في مكان سقوط صاروخ مجدل شمس وهي مراسلة قناة الميادين وبثت إلى لبنان، كيف يمكن أن يكون هذا؟ بالمناسبة كان هناك حظر بث القناة وفق القانون، ولكن ل45 يوما فقط، وهذه المدة انتهت والقانون أصبح غير موجود، ما سمح لهذه القناة بالبث من مجدل شمس، وهذا محبط جدا. وقد أثارت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الثانية عشرة مسألة تغطية الميادين ببث مباشر لمراسلتها من مجدل شمس غداة المجزرة الإسرائيلية هناك. وبينما تطرقت القناة الثانية عشرة مرة ثانية في نشراتها للموضوع نفسه، قال موقع سيروجيم إن قناة تابعة لحزب الله تستأنف البث من إسرائيل. وقالت منصة إعلامية إسرائيلية أخرى إن قناة الميادين تستخدم كذراع دعاية لحزب الله وتبث من داخل إسرائيل وتحديدا من مجدل شمس. وأضافت أنها تنقل سردية كاذبة بأن الأطفال قتلوا بصاروخ اعتراضي إسرائيلي. حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا من تونس الدكتورة فيوليت داغي رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومن رام الله الأستاذ عمر نزال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة فيوليت، لماذا لا تريد إسرائيل لمراسلة أن تنقل الصورة كما هي من مجدل شمس من هذه البلدة التي حصلت فيها المجزرة يوم أمس الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين هناك، وأن تنقل ما يقوله أهالي البلدة عما حدث أمس وأن تتواجد بالتحديد في هذه النقطة؟ مسيك بالخير سيدي الكريم. العدو ظهره للحيط واكيد بده يحضر لضربي، واكيد بده يخلي الساحه من ما يكون في ناس قاعدين عم بيقدموا يعني الصوره على الارض الصوره الحقيقيه الواقعيه. هناء محميد صحفيه مقدامي جريئه وهي موجوده في كل مكان يتطلب ذلك، يبدو لي أنه عم بيحضروا شيء لقناة الميادين مشان يكون في حظر لقناة الميادين بالفترة القادمة، لأنه يبدو أننا نذهب نحو تصعيد، يحضرون لشيء ما وبالتأكيد يعرفون أنه سيكون هناك ردود عليه، ولهذا يريدون أن يخلوا الساحة كي لا يكون هناك إعلام ورأي آخر غير الإعلام تبعهم هني، والذي يريدون أن يقدمون من خلاله الصيغة التي يريدونها هم فقط. إذا يعني هناك تحضير لمسألة ما، ولهذا رجعوا فتحوا الموضوع من جديد على أساس أن القناة كانت محظورة قبل، وأيضا كان في استهداف لبعض من يعني مراسليكم في والمصور كمان في الجنوب، والآن يعني أنا لا أستغرب شيء عليهم، حتى لا أستغرب أن تكون الضربة أيضا اللي بدهم يعني يعملوها واللي عم بيحضروا لها هي ضربة على ربما تستهدف شخصية كبيرة في حزب الله، لأن استوقفني ما قاله وزير الحرب عندما يقول نريد أن نضرب حزب الله بقوة شديدة ولكن بطريقة ما.
طيب هذا يعني ماذا هذا الكلام؟ إذن يعني أن هناك تصعيد، بالتأكيد تحضير تصعيد، ولكن بشكل غير متوقع ربما حسب ما هم يعتقدون، ولكن أنا أعتقد أن المقاومة وضعت كل الاحتمالات، وهم يعرفون أنهم لم يستطيعوا أن يخلصوا مع هذه المقاومة، ولكن يريدون، هو عاد نتنياهو من أمريكا أعطي إشارة لأن يقوم بفعل ما يغطونه الأمريكان، ولكن لن يستطيعوا أن يغطوا جنونه، يعني بشكل أنه لا يستطيعوا أن يعني أن يدفعوا الثمن، لا يريدوا أن يدفعوا هم الثمن، ولكن يتركوه من أجل أن يجد تبريرا وحفظا لماء وجهه، لأنه خسر في كل شيء قام به في غزة، فيريد أن ينتقل إلى الأرض اللبنانية ولكن بضربات محدودة. بالتأكيد لم يستطيع أن يقوم بحرب شاملة، ولن يكون هناك حرب شاملة لأن لا أحد يريدها، وهم لم يستطيعوا فعل ذلك. إذن تحضير للأرضية من أجل أن يكون هناك شيء ما في القريب العاجل. أستاذ عمر نزال، فيما يتعلق بحملات التحريض على الزميلة هناء حميد وعلى قناة الميادين، خاصة أنه يتم استخدام عبارات مثل أنه هذه القناة تابعة لحزب الله وهذه مراسلة حزب الله، والكل يعلم أنه قناة الميادين هي بكل وضوح هي داعمة للمقاومة، وخاصة فيما يتعلق بالعداء لإسرائيل ومواجهة إسرائيل، ولكن هي ليست تابعة فعليا لحزب الله، ولا المراسلة طبعا أيضا تابعة لحزب الله. لماذا يتم التركيز على هذه المصطلحات، وما الذي يتم تحضيره؟ دكتورة فيوليت قالت منذ قليل أنه هناك شيء ما يحضر لقناة الميادين، خاصة بعدما تم حظرها سابقا. القانون كان ينص على مدة المنع ل 45 يوما فيما يتعلق بحظر القناة، وانتهت هذه المدة. لماذا الآن يتم الحديث من جديد عن إمكانية اتخاذ إجراء بحق القناة أو مراسلة الميادين هناء حميد؟ نعم، مساء الخير. أولا يعني نحن نجدد تضامننا وإسنادنا لقناة الميادين وطاقمها العامل في فلسطين المحتلة، وخاصة الزميلة هناء محميد، كنت على تواصل معها مساء هذا اليوم للتعبير عن هذا الإسناد والتضامن، ووضع كل ما يمكننا حتى تستمر هذه القناة بالعمل وأداء رسالتها المهنية والوطنية، وهذه يعني التغطية الوطنية التي لا تنكرها الميادين، وهي تنحاز بالفعل لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وهذا حق طبيعي في وسائل الإعلام وحق طبيعي في يعني هذه الوجهة الوطنية لقناة الميادين. هذه الحملة بطبيعة الحال معروفة أنها بدأت منذ أن بدأ العدوان على غزة، وتلقت الزميلة هناء يعني أكثر من تهديد ومضايقات، ووصلت بالنهاية إلى حد إغلاق القناة ومنع عملها لمدة 45 يوما وفق قانون معدل يعني أقر في تلك الفترة خصيصا من أجل قناة الميادين وغيرها من القنوات التي لا يرغب الاحتلال بسماع صوتها وبطريقة تغطيتها لهذه الحوادث. في هذه اللحظة وفي هذا الحدث أعتقد أن هناك أهمية يعني وزاوية أخرى مهمة، هي أننا أمام أكبر كذبة في تاريخ هذه الحرب ومنذ بدء العدوان، وهذه الكذبة هي من شقين. أولا، تحميل حزب الله والمقاومة اللبنانية مسؤولية ما حدث في مجدل شمس، وهم يعلمون تماما بأن هذا غير صحيح، وخاصة بعد أن نفى حزب الله في بيان رسمي مسؤوليته عن ما جرى في مجدل شمس. والزاوية الثانية هي محاولة هذا الاحتلال اللعب على يعني التناقضات في الداخل اللبناني من خلال استغلال هذا الحدث المتعلق بالإخوة من الطائفة الدرزية، ومحاولة دق الأسافين والشرخ بين الطوائف المختلفة. ومن الواضح بأن كيان الاحتلال ربما هو آخر المتباكين على ما حدث لأطفال مجدل شمس ولأطفال هضبة الجولان، الذين ربما كان يريد أن يقتل هؤلاء الأطفال وغيرهم من الأطفال والشباب والشيوخ في مجدل شمس، لأنه يعرف بأن هؤلاء مقاومون منحازون لقضيتهم وعروبتهم ووطنيتهم وانتمائهم لسوريا ولخط المقاومة، ولكنه يريد أن يستغل هذه المسألة، وبالتالي لا يريد لأي قناة مختلفة التوجه أن تفضح هذه الإدعاءات
كما حصل اليوم عندما طرد عدد من أعضاء الكنيست ووزير المالية سموتريش، ورفض أهالي الجولان حتى الالتقاء برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. هي لا تريد شهادات حية وواقعية، ولا تريد أن يظهر الموقف الحقيقي لأبناء شعبنا العربي السوري في الجولان المحتل. وبالتالي هي تدرك بأن قناة الميادين هي أفضل من يقدم التغطية في هذه الزاوية، وهي أكثر من يدرك هذه المعادلات، وأكثر من هو قادر على فضح هذه الألاعيب وعلى صد رواية الاحتلال الكاذبة. دكتورة فيولا تاغر، كيف يمكن التصدي لكل هذه المحاولات الإسرائيلية لمنع نقل الصورة ومنع يعني نقل ما يجري فعليا على الأرض للمشاهد العربي ولكل المشاهدين حول العالم؟ كيف يمكن حماية الصحفيين داخل الأراضي المحتلة من هذه التجاوزات الإسرائيلية ومحاولات إسكاتهم؟ يا سيدي، نحن وجدنا أن المحكمة الدولية أو المحكمة الجنائية أو أي طرف له علاقة بالقانون، بالقانون مواثيق وغيره، كله لم يأتي وكله حتى الساعة. هم يعرفون أنهم مهددون بالتأكيد بالملاحقة فيما بعد، لأنه يعني زمن الإفلات من العقاب لن يدوم طويلا. لكن الآن بما أنهم مستنزفون ويعرفون أنها هي لحظة مخاض عسيرة جدا، وهم في زاوية، وهم ربما في اللحظة الأخيرة، لهذا أعتقد أنهم يعني يشدون يعني أو كيبولو يعني يزيدون من بأسهم من أجل أن يذهبوا للحظة النهائية ربما، ونحن نريد ذلك بالتأكيد، لأننا نريد أن نصفي هذا السرطان من الأرض العربية ومن فلسطين. ولكن أعتقد أنهم هم سيفعلون ما يستطيعون من أجل أن لا يكون هناك شاهد على الواقع، ولكن أنتم تستطيعون أيضا أن تستندوا إلى كل شخص يستطيع أن يتواصل معكم من أجل أن ينقل الصورة، ولو لم يكن بشكل يعني هو يعمل بشكل رسمي معكم، أفترض أن ذلك سيساعد بنقل الحقيقة، مثل ما يحصل في غزة. أصلا تحول الكثيرون اليوم إلى صحفيين عندما من هواتفهم استطاعوا أن ينقلوا أحداث لم يكن فيها صحفيين. إذن هذه يعني الوسائل بسيطة، ولكنها هي من تساعد، ما ستساعد على نقل الحقيقة وما يجري على أرض الواقع. الصحفيين حمايتهم أيضا تقوم بأنهم هم أيضا يعرفون أين يذهبون وكيف يديرون يعني عملهم، بشكل يحرصون على أنفسهم، ولكن لا يستطيعون أن يختبئوا. سؤال أخير لك أستاذ عمر نزال، بما أن حضرتك نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أي دور يمكن أن تلعبه نقابة الصحفيين الفلسطينيين في هذا الإطار، وماذا عن الخطوات التي يمكن أن تتخذوها؟ نعم، أولا نحن نوثق كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وسجلنا في النصف الأول من هذا العام 510 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين، تنوعت بين الاستشهاد والاعتقال والمنع من التغطية وإغلاق مؤسسات إعلامية. وكل هذه التوثيقات تقدم إلى الجهات الدولية المعنية بصون حقوق الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، بما في ذلك إلى الاتحاد الدولي للصحفيين وإلى منظمة اليونسكو باعتبارها الجهة الضامنة لحرية العمل الصحفي. وبعض هذه الجرائم أيضا يجري توثيقها والتوجه بها ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يعني نطالب باستمرار بأن تأخذ يعني دورها في بدء التحقيقات الفعلية الجدية تجاه مجمل هذه الجرائم، والجهات الدولية الأخرى كي تأخذ دورها أيضا في الضغط على حكومة الاحتلال وفي الضغط على يعني كل من يمكنه أن يمارس ضغطا على هذه الحكومة من أجل
كف يد الاحتلال عن الصحفيين وعدم مضايقتهم. وكما ذكرت الزميلة، ربما نعم نحن نرى أن الآن أن يعني هذا الميزان مختل في العالم، وأن هناك يعني محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال ومحاولة لمساعدته في الإفلات من العقاب، ولكن لحظة الحقيقة ستأتي، واليوم الذي يحاكم به قادة الاحتلال على هذه الجرائم سيأتي أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر نزال، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، كنت معنا من رام الله. ونشكر الدكتورة فيولات داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، كانت معنا من تونس. أفاد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية للميادين بأن حماس تعتقد أن لقاءات روما جزء من مسلسل المماطلة والتسويف الإسرائيلي لتحقيق مزيد من المكاسب. وأضاف المصدر أن إسرائيل ذاهبة باتجاه طرح مقترح جديد ينسف ما تم التفاوض عليه خلال الأشهر الستة الماضية. وقال القيادي أنه من الواضح بعد لقاء روما أن إسرائيل ليست معنية بمسار التفاوض وتريد تعزيز أنشطتها الإجرامية في غزة. وأشار إلى أن اللقاءات في روما لم تحرز أي تقدم، وأن الوفد الإسرائيلي يطرح شروطا جديدة لتعقيد التوصل إلى اتفاق. وعلى إثر تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، رصدت حركة نزوح كبيرة من شمال فلسطين المحتلة إلى الجنوب. وبحسب فيديو متداول على المنصات الإسرائيلية، فإن الخط السريع من الشمال مليء بالسيارات المتجهة نحو الجنوب، ولا سيما نحو مدينة إيلات. نرحب بضيفنا في هذه التغطية أو محلل الميادين للشؤون الفلسطينية الزميل عبد الرحمن نصار. أهلا بك زميلي عبد الرحمن. فيما يتعلق بما نقله مصدر قيادي في المقاومة للميادين، لقاءات روما التي انتهت طبعا هي جزء من مسلسل المماطلة والتسويف الإسرائيلي، واللقاءات في روما لم تحرز أي تقدم، والجانب الإسرائيلي يطرح شروطا جديدة لتعقيد التوصل إلى صفقة. لا شيء جديدا فيما يتعلق بهذا الموضوع كما في كل الجولات السابقة، طالما أنه بات واضحا للجميع أنه الجانب الإسرائيلي في كل مرة يعقد هذه المحادثات ويضع شروطا جديدة يعلم أنه من الصعب تحقيقها، ما الفائدة من استمرار هذه الاجتماعات وتكرارها؟ تحية لك أحمد، وأيضا تحية عزة وعزاء لشعوب المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسوريا وكل أماكن المقاومة. في البداية نتحدث عن الجانب المعلوماتي ثم نذهب إلى إجابة هذا السؤال بالجانب التحليلي. ربما ما عرضته المصادر هو دقيق لناحية المضمون العام، ولكن في التفاصيل لم تصل بعد إلى الفصائل الفلسطينية التفاصيل الدقيقة، لكن استطعنا بحمد الله الحصول على بعض التفاصيل لما حدث تحديدا في روما من مصادر أخرى، مصادر عربية يعني. في البداية يمكن القول أن زيارة نتنياهو على عكس ما كان يوحى في الإعلام العبري والأمريكي أنه هناك تقدم وإيجابية نحو الصفقة، أبدا بالعكس، هو أخذ تفويضا أكبر باستمرار الحرب، وبناء عليه انعكس تشديدا في الشروط، ولذلك تفويض جديد أمريكي. نعم، ولذلك انعكس هذا الأمر على تشديد آخر في الشروط. ما عرضه رئيس الموساد خلال اللقاءات هو ما يلي: أولا، لن يكون هناك انسحاب بري لا في المرحلة الأولى ولا الثانية. هذا تراجع إسرائيلي جديد، يعني هم يؤجلون الانسحاب إلى نهاية الاتفاق وليس بداية الاتفاق. ثانيا، حتى لو كان هناك أي نوع من الانسحاب، محور فيلادلفيا سيكون آخر منطقة يمكن أن تنسحب منها إسرائيل، وسيكون هذا الانسحاب تدريجيا في كل الأحوال. لا يوجد هناك لدى إسرائيل انسحاب كامل. كان يبرر رئيس الموساد أنه هذا الحد الأدنى الذي أو عفوا الحد الأعلى الذي قبل به بنيامين نتنياهو، أنه حتى لو كان هناك انسحاب سيكون آخر ما يمكن انسحاب منه هو محور فيلادلفيا، وعلى شرط أن يكون بالتدريجيا، وبالشرط المقابل أيضا أن يكون هناك استبدال لكل جندي إسرائيلي بكاميرا مراقبة وجهاز استشعار بالتنسيق مع المصريين وبتمويل أمريكي. المطلب الثاني الذي جرى فيه التغيير هو ما يتعلق بالأسرى. إسرائيل تريد قبل تنفيذ أي تبادل قائمة بالأسرى الأحياء على وجه التحديد مفصلة بحالتهم. هذا ما ترفضه المقاومة، كانت رفضته نعم سابقا. نعم، كانت رفضته، ولكن الآن هم وضعوه كمطلب أساسي يريدون العمل عليه. في هذا التفصيل يعني حتى الوسطاء ردوا أنه أنتم تعرفون أنه من غير الممكن في ظل استمرار الطيران والاستطلاع والجو الأمني الحصول على هذه القائمة، فكان واضحا أنه هو مطلب تعجيزي، يعني حتى هو لوجستيا لو وافقت المقاومة عليه بالمضمون بالمبدأ السياسي، ولكن لوجستيا صعب التطبيق. ف
فهذا واضح أنه مش فقط وضع عصي بالدواليب كما يقال، بالعكس هذا عرقلة لمبدأ أي اتفاق وكأنه لا داعي لاتفاق أساسا. أيضا هناك كلام كان من رئيس الموساد أنه بكل الأحوال نحن قواتنا ستبقى في محاور استراتيجية مثل نتسريم، مثل الزكيم، مثل فيلادلفي، لتضمن لها حرية العمل داخل قطاع غزة. يعني حتى لو حصل الفلسطينيون على انسحاب أو معنى خروج لقوات الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يريد أن تبقى له يد طولة داخل هذه المناطق، وهو يعيد الآن هندسة هذه الطرق عبر كما يقول هو تنظيف وتطهير المناطق من البناء السكني حتى يستطيع أن يدخل بسهولة ويخرج بسهولة في الوقت الذي يريده. طبعا في الخلاصة عادوا طلب من مصر ومن قطر الضغط مجددا على حماس، رد الوسطاء بأنه نحن يعني أقصى ما لدينا فيما يتعلق بحماس فعلناه، لا يوجد أكثر من ذلك، كل ما تطرحونه الآن هو أساسا اتفاق مغاير كليا للاتفاق السابق. مع ذلك اتفق على أن تستكمل هذه اللقاءات على أن يكون اللقاء التالي في الدوحة ثم في القاهرة. أما لماذا المقاومة ولكن الفلسطينية ولكن عفوا تستكمل على أي أساس؟ على أساس أنه هذه هي الورقة المقدمة الآن من عند الإسرائيليين، وسيعمل وسطاء دورهم أن يحملوا هذه الورقة ويذهبوا بها إلى حركة حماس. ما تفضلت به المصادر اليوم كان هو استباق لأنه أي ضغط إضافي من الوسطاء في هذا الموضوع أنه هذا اتفاق مخالف واتفاق يعني مختلف تماما حتى عما كان سابقا، ولا يمكن أن تقبل المقاومة. المقاومة فيما سبق لم تقبل، فما بالك بهذه الشروط التي يفرضها الإسرائيلي تحت قناعة أو اعتقاد أنه بات متقدما في الحرب ومنتصرا فيها. الآن لماذا تستمر المفاوضات؟ هنا الإجابة من الطرفين، من الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. فالطرف الإسرائيلي لا يستطيع بنيامين نتنياهو الخروج علنا والقول أمام جمهوره وتحديدنا إلى الأسرة نحن تخلينا عن الأسرة ونتركهم ولا يوجد اتفاق وستستمر الحرب إلى ما لا نهاية وسنبقى في قطاع غزة. يعني مثل هذا الخطاب بغض النظر أنه هو سيثير الداخل، هم يتهمونه ولكن لا يستطيع علنا أن يقول هذا الأمر، إنما يذهب إلى فكرة أنه لا توجد مفاوضات. لكن واضح بالنسبة لهم أنه تخلى عن المختطفين الإسرائيليين. واضح أصلا من لا يريد من قتل المئات، إذا لم نقل عشرات، من قتل مئات الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر عبر إجراء هنبعل وإجراءات أخرى تم تطبيقها وقتل حتى بالاشتباه أو بالخطأ وعمدا، كل هذا من فعل هذا في يوم واحد يعني أنا أقول لك لن يكترث ب 250 أسير. بالعكس نتنياهو دائما حتى يكذب عندما يقول نحن أعدنا 135 أسيرا، وهو كأنه يشمل ما أعاده من جثث بما أعاده من صفقة، كأنه أعاده كله تحت الضغط العسكري لينكر أنه هو فكرة إعادتهم بالصفقة هي الأساس. ولذلك هو لا يستطيع بالنهاية أن يقول كدبلوماسية سواء داخلية أو خارجية أنه أنا لا أريد اتفاق وقف نار، بالعكس يقول أنا أريد هذا الأمر، ثم يتهم حماس بتعميق المشكلة وبالرفض مثل ما يفعلون الآن في قضية مجدل شمس. طيب. يعني حتى نحن نعرف الموقف الإسرائيلي عموما من فكرة أهل مجدل شمس أو بالتحديد هم رافضون للتجنيد، مع ذلك هو يتاجر على دمائهم. أما فلسطينيا لماذا لا نستطيع أن نرفض المفاوضات؟ نحن في موقع المعتدى عليه، ومن الطبيعي أيضا أن نكون في موقع التواصل على الأقل ومعرفة ما هي الشروط أو ماذا يريد الإسرائيلي، لأنه هذا جزء من التكتيك يعني ينعكس على الميدان ما يريده ويقوله في السياسة وأيضا انعكاس الميدان. ولا تستطيع أنت أيضا أن تغلق الهاتف بوجه مصر وتركيا وقطر، يعني أنت في النهاية يعني تتمسك بكل ما يمكن أن ينهي هذه الحرب. صحيح. ولذلك مضطر أن تبقي هذا الباب مفتوحا حتى لو استمرت إسرائيل في المجازر واغتيال القادة. ربما لو كانت الظروف مغايرة كان يمكن للمقاومة أن تغلق باب التفاوض بالمعنى المباشر، ولكن نحن نتحدث عن ملفات متداخلة. أنا أعطيك حتى تفصيل صغير، يعني خرج المصريون من الاجتماع وقال الإسرائيليين على الأقل نفذوا تعهداتكم لنا بزيادة عدد المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة في هذا الوقت، ولكن حتى هذا الطلب لم يحصل عليه. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى المشاركة معنا في هذه التغطية، المحلل محلل ميادين للشؤون الفلسطينية زميل عبد الرحمن نصار. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه التغطية، إلى اللقاء.